السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع الحلقة التانية من حل كتاب أويك إز إناف، وده الملحق بتاع المعاصر. وصلنا الحلقة اللي فاتت لغاية صفحة 14، تعالوا يلا نبتدي صفحتنا النهاردة وهي صفحة 17. والجزء ده حبايبي بيديني فيه مراجعة على الكلمات، تمرينات على الكلمات لكل وحدة. تعالوا نشوف يلا الجزء الخاص بتمرينات الوحدة الأولى. نمبر 1 بول ايجيبت هاز ا لوت اوف اي سبيشالي ان ابر ايجيبت، بقول مصر فيها كثير من ايه خاصة في صعيد مصر. يا ترى مومنتس يعني لحظات، ولا مونومنتس يعني اثار، ولا ديكشنريز يعني قواميس، ولا كورنرز، ولا كورنرز بمعنى اركان او زوايا؟ اكيد طبعا مونومنتس. مونومنتس حبايبي بمعنى اثار. نمبر 2 بقول I enjoy having a meal at A once a week. بقول انا بستمتع بتناول وجبة في الاي كل اسبوع، اكيد طبعا بتناولها في ريستورانت، ريستورانت اللي هو المطعم. نمبر 3 بقول you can learn about the science of space when you go to the space. طبعا احنا بنتعلم عن الفضاء او علم الفضاء لما بنروح للسبيس اكسبيشن، اكسبيشن بمعنى معرض. نمبر 4 بقول the antonym of the word farthest، طبعا عارفين ان كلمة antonym بمعنى عكس، بقول لي عكس كلمة farthest، وfarthest حبيبي معناها الأبعد، أكيد تبقى nearest، nearest معناها الأقرب. تعال نشوف نمبر 5 بقول I waited for the train on A5، أكيد طبعا هستنى القطر على البلاتفورم، وبلاتفورم حبيبي اللي هو رصيف القطار. نمبر 6 بقول comfortable has the same meaning of، طبعا لما قولي has the same meaning يعني ليها نفس معنى، ولما قولي ليها نفس معنى يبقى عايز الكلمة اللي بتسويها. comfortable معناها حبيبي relaxing، ولا relaxing معنى مريح. طب تعال نشوف نمبر 7 بقول beautiful fish can be seen in the، بقول لي ان سمك جميل ممكن نشوفه فين؟ اكيد في الاكواريوم، وان اكواريوم حبيبي اللي هو متحف الاحياء المائية. تعال نشوف نمبر 8 بقول borrow the antonym of the word، طبعا borrow معناه يستعير، وعايز الانتونيم يعني العكس، يبقى عكسها طبعا كلمة lend، ولند حبيبي معناه يسلف. نمبر 9 بقول we can form the negative form of the adjective polite by adding the prefix. prefix طبعا قلنا بدائي يعني بتيجي في بداية الكلام، واحنا عايزين نجيب النفي، والنفي حبايبي يعني عكس، عكس polite impolite، impolite حبايبي بمعنى غير مؤدب. تعال حبايبي نشوف نمبر 10 بقول is a period of 100 years، طبعا فترة المئة سنة بسميها century، وcentury حبايبي بمعنى قرن، اما decade بمعنى عقد، والعقد ده طبعا 10 سنين. تعال نشوف حبايبي في صفحة 20 الاسئلة اللي مدهالي على unit 2. بقول I saw here about a job in الاهرام newspaper، طبعا بقول انا شفت ايه عن وظيفة في جريدة الاهرام، طبعا ده advert، وانا advert حبايبي بمعنى اعلان. نمبر 2 بقول what's the night of the day in this mall، طبعا عايز اقول ايه التخفيض او هي صفقة اليوم في المول التجاري ده، فاكيد اقول what's the deal، ودي الحبايبي معناها صفقة وتخفيض. تعال نشوف نمبر 3 بقول we can make delicious coffee using this، طبعا بنستخدم الكوفي ماشين عشان نعمل طبعا قهوة. تعال نشوف نمبر 4 بقول the battery of the mobile is empty، طبعا البطارية بتاعت الموبايل فاضية. can you eat، اكيد طبعا can you charge، وتشارج حبايبي بمعنى يشحن. نمبر 5 بقول you should eat off the lights before going to bed، طبعا لازم نطفي النور، ويطفي معناها turn off. تعال نشوف نمبر 6 بقول is used for making shoes and bags، طبعا مين اللي بستخدمه عشان اصنع بيه الاحذية وكمان بصنع بيه الشنط؟ اكيد ده leather، وleather حبايبي معناها الجلد. تعال نشوف نمبر 7 بقول is a mixer is a for mixing food، طبعا mixer حبايبي اللي هو الخلاط، يبقى is a for mixing food، اكيد الميكسر ده ماشين، ماشين حبايبي بمعنى ماكينة او آلة. نمبر 8 بيقول لي the internet has pros and، طبعا اخدين حبايبي مزاوى عيوب اسمها pros and cons. نمبر 9 بيقول لي can you give a suitable a for this passage، يعني ممكن تدي لي ايه مناسب للقطعة دي؟ اكيد title، وtitle حبايبي بمعنى عنوان قطعة او عنوان كتاب. نمبر 10 بيقول لي people always keep their gold in beautiful a boxes، طبعا اكيد حبايبي هما بيشيلوا الدهب بتاعهم في wooden boxes، wooden boxes حبايبي بمعنى سندي خشبية. تعال حبايبي يلا نشوف الاسئلة اللي مدهالي على unit 3، ودي في صفحة 23. بقول the government is interested in making local aid for the disabled in Egypt، طبعا بقول ان الحكومة بتهتم بصنع ايه محلية للمعاقين في مصر، اكيد حبايبي local facilities بمعنى مرافق محلية. تعال نشوف نمبر 2 بقول this order، يعني الامر ده او الطلب ده لازم يتسلم قبل الساعة 8، فلازم اقول حبايبي this order should be delivered، delivered حبايبي يعني يتم تسليمه. تعال نشوف نمبر 3 بقول the president started the decent life aid for poor people
and villages. بيقول لي ان الرئيس بدأ حياه كريمه، وحياه كريمه اسمها مبادره حياه كريمه، فقول the decent life initiative. تعال نشوف نمبر 4. بيقول لي tourists are given something about the new museum. بيقول لي ان السياح تم اعطاهم ايه عن المتحف الجديد، اكيد حبايبي leaflets، وليفلتس يعني نشرات او كتيبات. تعال نشوف نمبر 5. بيقول لي the advertisements of the trip to the pyramids will be put on the. طبعا بيقول لي ان الاعلان عن الرحله للاهرامات هيوضع على اكيد نوت سبورت، ونوت سبورت حبايبي اللي هي لوحه الاعلانات. نمبر 6. بيقول لي there are a lot of a building in Egypt such as the pyramids. طبعا الاهرامات دي مباني، هتقول لي هيستوريك، وهيستوريك حبايبي بمعنى تاريخي. نمبر 7. بيقول لي can you a yourself to your new classmates علي. طبعا عايز اقول ممكن تقدم نفسك لاصدقائك يا علي، فاكيد هقول introduce، وانتروديوس حبايبي بمعنى يقدم. تعال نشوف السؤال اللي بعده نمبر 8. بيقول لي you can practice a on water when it's windy. يعني ممكن تمارس ايه في الميه لما الدنيا تكون مليئه بالرياح، اكيد طبعا wind surfing يعني تزلج على الماء. طب تعال نشوف نمبر 9. بيقول لي language can be used among family and friends. طبعا مع الأسرة والأصدقاء أكيد بستخدم informal، وinformal حبايبي يعني غير رسمية، إنما الفورمال بتبقى مع كبار السن وكمان الناس الغريبة اللي أنا ما أعرفهاش. تعال نشوف نمبر 10. بيقول لي if you have a problem please aim me at once. طبعا بيقول لو أنت عندك مشكلة هتعمل ايه؟ اكيد اتصل بيا، يعني اتصل حبايبي اسمها contact. contact. طب ليه ما قلتش communicate يا مصر؟ لان communicate عايزة حرف الجر with حبايبي، انما contact ما بيجيش معها حروف جر، فقول contact me at once يعني اتصل بيا على الفور. تعالوا حبايبي يلا نشوف الاسئلة اللي مديها لي على unit 4، ودي في صفحة 25 صفحة 25. بقول is my favorite water sport، يعني رياضة المائية المفضلة. طبعا مين في دور رياضة مائية؟ هتقول snorkeling، الغطس تحت المية بأنبوبة. نمبر 2. بقول احمد was excited he had a lot of aid during his trip to Luxor. طبعا كان متحمس جدا، اكيد يبقى عمل مغامرات كتير، يبقى a lot of adventures. نمبر 3. بقول my daughter is good at painting. بنتي كويسة جدا في التلوين. she always wins art، اكيد art competitions. competitions حبايبي بمعنى مسابقات. طب تعال نشوف نمبر 4. بقول people can use sign language to communicate with others. طبعا مين اللي بيستعمل لغة الإشارة حبايبي؟ هتقول لي deaf people، و deaf people حبايبي اللي هم الصم. تعال نشوف حبايبي يلا نمبر 5. بيقول لي good mothers يعني الأمهات الجيدين، ايه about their children will. طبعا حبايبي يراعي اسمها care about، care about معناها يراعي او يهتم بي. نمبر 6. بيقول لي مستر احمد works at a school for the blind. طبعا دي اسمها special school، و special school حبايبي مدرسة مميزة او خاصة بالمكفوفين. تعال نشوف نمبر 7. بيقول لي to a is to walk or drive behind some، انك تمشي او تقود ورا شخص، ده بسميه follow، وfollow حبايبي بمعنى يتبع. نمبر 8. بيقول you can learn a language to deal with deaf people. طبعا احنا ممكن نستخدم لغة ايه عشان نتعامل مع الصم؟ اكيد sign language. sign language حبايبي لغة الاشارة. نمبر 9. بيقول we take a lesson once a week to make our body strong. طبعا عشان نخلي جسمنا قوي اكيد الحصة دي هتبقى حصة gymnastics. gymnastics يعني العاب جمباز. نمبر 10. بيقول my brother works as a for a charity that helps blind people. يعني اخويا بيعمل كايه في جمعية خيرية بيساعد فيها الناس المكفوفين، اكيد volunteer، وvolunteer حبايبي بمعنى متطوع. تعالوا نشوف حبايبي يلا اسئلة الوحدة الخامسة، ودي في صفحة 28. بيقول Egyptian scientists have won many A in science. بيقول العلماء المصريين كسبوا ايه كتير في العلوم، اكيد حبايبي won many awards. awards حبايبي بمعنى جوائز تمنح من جهة رسمية. نمبر 2. بيقول my parents help me a lot to aim my goals. طبعا بابا وماما بيساعدوني كتير عشان احقق اهدافي، يعني احقق حبايبي achieve my goals. نمبر 3. بيقول it was a real A for Brazil to win the World Cup for many times. طبعا هقول it was a real challenge، كان تحدي كبير للبرازيل ان هي تكسب كاس العالم مرات عديدة. تعال نشوف نمبر 4. بيقول fast has the same meaning as. طبعا fast حبايبي معناها سريع، يبقى تدينا معنى quick، quick برضو بمعنى سريع. نمبر 5. بيقول ايمن won a gold A in the 100 meters race. طبعا a gold يبقى gold medal، gold medal حبايبي بمعنى ميدالية ذهبية. نمبر 6. بيقول we can get the adjective of the verb create. طبعا create حبايبي ناقصة E by adding. طبعا
IVE وتبقى creative. creative بمعنى مبدع. number 7 بيقول لي our school has a football A every year. طبعا حبايبي المدرسة بتاعتنا بيبقى فيها دورة كرة قدم كل سنة، فأكيد هتبقى tournament. tournament حبايبي بمعنى دورة. number 8 بيقول لي the word contest. contest حبايبي بمعنى مسابقة. is the synonym نفس معنى فين انه مسابقة حبايبي؟ هتقول لي competition. competition حبايبي بمعنى مسابقة. number 9 بيقول لي is the opposite of ignore. ignore حبايبي بمعنى يتجاهل، اكيد عكسها respond. respond حبايبي بمعنى يرد. طب نمبر 10 بيقول لي فريدريك از فروم بولندا. فريدريك ده حبايبي من بولندا، يبقى هي از اكيد بولش، وبولش حبايبي بمعنى بولندي. تعالوا يلا حبايبي نشوف الاسئله اللي على جنات 6، ودي هنلاقيها في صفحه 30. بيقول لي parents should their children to do well. طبعا اكيد ان الاباء لازم يشجعوا الابناء. فين يشجع حبايبي؟ اسمها support. support يعني يشجع، يبقى parents should support their children to do well. some pupils get A before exams. اكيد حبايبي بعض التلاميذ بيبقوا متوترين. يعني ايه متوترين؟ anxious. anxious حبايبي بمعنى متوترين. number 3 بيقول adults should aid their experience with others on social media. طبعا الكبار المفروض يشاركوا تجاربهم مع الاخرين على السوشيال ميديا، يعني share. وشير حبايبي معناها يشارك. number 4 بيقول the synonym of the word apparent. بيقولي معنى كلمة apparent. apparent معنى شفاف. is يبقى clear. clear حبايبي بمعنى واضح او شفاف. number 5 بيقول in a class students learn to breathe slowly and to only think of the present. طبعا دي اسمها mindfulness. sorry mindfulness. تعال نشوف نمبر 6. بيقولي closed has the same meaning of. طبعا كلمة closed حبايبي معناها مغلق، يبقى بتساوي كلمة locked. locked حبايبي برضو بمعنى مغلق. نمبر 7 بيقولي coronavirus is a disease. طبعا حبايبي كلمة coronavirus اللي هو فيروس كورونا is a disease، هتقولي طبعا serious، وserious بمعنى خطير، بتساوي كلمة dangerous. نمبر 8 بيقولي ask and inquire have a meaning. ask بمعنى يسأل، inquire بمعنى يسأل او يستفسر، يبقى اكيد have the same meaning يعني ليهم نفس المعنى. number 9 بيقول my father me some advice to deal with my friends. طبعا اكيد هو اداني بعض النصائح، يبقى gave me some advice. ولاحظ حبايبي advice اسم لا يعد. number 10 بيقول don't aim me again it's impolite of you. بيقول ده شيء ما فيهوش ادب منك، يبقى don't interrupt me. وinterrupt me معناها يقاطعني. تعالوا نشوف حبايبي يلا أسئلة الجرامر بسرعة اللي في صفحة 33 واللي مديها لي على يونت 1 واللي كانت بتتكلم لي عن البريبوزيشنز يعني حروف الجر. بيقول the bank is at the corner next to the shop. طبعا عارفين ان corner حبايبي بتاخد حرف الجر on. number 2 بيقول سلمى travels to Alexandria a holiday. طبعا حبايبي الأجازة بتاخد حرف الجر on. تعال نشوف نمبر 3 بيقول علي usually goes to school on half past 7. طبعا الاوقات حبايبي بتاخد حرف الجر at، يبقى at half past 7. نمبر 4 بيقول go straight يعني يمشي على طول at about 5 meters. طبعا حبايبي عارفين ان go straight بتاخد حرف الجر on او بتاخد حرف ahead، يبقى go straight on او go straight ahead يعني يمشي على طول about 5 meters. نمبر 5 بيقول عبد الله gets up early on the morning. طبعا the morning the evening the afternoon كل ده حبايبي بياخد حرف الجر n. number 6 بيقول the taxi arrives on 5 minutes. طبعا حبايبي لما اجي اقول في غضون او في خلال بقول n. in 5 minutes يعني في خلال 5 دقايق. number 7 بيقول what time does the match starts. حبايبي طالما في does يبقى لازم ارجع الفعل بتاعي لمصدره، فالمفروض اقول start. number 8 بيقول the train arrives in Cairo at 12:30. طبعا حبايبي الترين ده اسم مفرد، والمفرد ما يجيش معاه مصدر ابدا، بيجي معاه فعل في اس فيبقى arrives. number 9 بيقول ساره doesn't comes to school late. حبايبي طالما النفي هنا ما اثرش على الفعل يبقى النفي هنا بكلمه never، لان never هي اللي لما بنفي بيها ما بعملش حاجه للفعل يعني بسيبه شكل ما هو. تعال نشوف نمبر 10 بيقول does هاله and عبد الله study hard. حبايبي طبعا هاله عبد الله ده اسم جمع، فبالتالي ياخدوا دو ما ياخدوش تاس. تعالوا يلا نشوف التمرينات اللي على الوحده الثانيه واللي مديها لي في صفحه 37. نمبر 1 بيقول محمد is taller than ساره. طبعا taller حبايبي بتاخد than، صفه ار وراها than. نمبر 2 بيقول the more useful book in my bag is English. طبعا هنا بقارنه بكل الكتب فلازم اقول most الاكثر. طب نمبر 3 بيقول neither of them
are the right color. طبعا حبايبي لما اقول neither or either في اول الكلام هنا بجيب الفعل بتاعي مفرد، فبالتالي هقول neither of them is. طيب تعال نشوف number four، بقول either سما nor سلمى. طبعا either بيجي معاها or، يبقى either سما or سلمى. number five بقول was علي reads a story. طبعا حبايبي was where الفعل اللي بيجي وراها في المعلوم بيكون verb plus ing، فلازم اقول reading، يبقى was علي reading a story. number 6 بقول while she is watching TV the lights went out. طبعا حبايبي دي قاعدة while بعدها ماضي مستمر والجملة التانية بتبقى ماضي بسيط، يبقى المفروض بدل إذا أجيب was، يبقى while she was watching TV the lights went out. number 7 بقول which item do you think is the less expensive. طبعا ذا بيجي معها صفة است فلازم أقول least. number 8 بقول where did Sammy went. طبعا حبايبي لما أجيب did لازم فعل يرجع لمصدره ويبقى go. where did Sammy go home yesterday. بس لو بصينا هنا هلاقي السؤال مش ماشي، مش مينفعش أقول أين ذهب سامي للمنزل أمس، يعني ممكن أقول when مثلا أو what time، متى يعني أغير أداة الاستفهام. تعال نشوف number 9 بقول both the mobile nor the camera are expensive. طبعا أنا عارف إن both بيجي معها and. طب تعال نشوف number 10 بقول none of the meals are delicious. طبعا لما أقول none يبقى فعلها مفرد فلازم أقول is delicious يعني لذيذ. تعالوا يلا نشوف الأسئلة اللي على unit 3 ودي في صفحة 40. بقول they are done their homework now. قلنا حبايبي now look and listen من علامات المضارع المستمر، يبقى لازم اجيب بعد am و is و are verb plus ing، فلازم اقول they are doing يعني بيأدوا الواجب الان. number 2 بقول سامي was surprised يعني كان مندهش when he came first. طبعا حبايبي قلت لما اجي اوصف الشعور او الاحساس بجيب صفة اي دي، فبالتالي هقول surprised. surprised حبايبي بمعنى مندهش. تعال نشوف number 3 بيقول لي the trip to Port Said was very interesting. طبعا هنا هي اللي بتسبب الصفة فبالتالي لازم اقول interesting. interesting يعني شيق. number 4 it's arranged. قلت حبايبي لما يكون تم الترتيب لشيء يبقى لازم يكون مضارع مستمر، فبالتالي هقول they are going to Alexandria this week. number 5 بقول the new car is amazed. طبعا هنا العربية مدهشة هي اللي بتسبب الدهشة، فبالتالي حبايبي لازم اقول amazing. طب تعال نشوف number 6 بقول شيماء was very excited as she won the game. طبعا هي اللي بتشعر بالحماس، فبالتالي هقول excited. excited حبايبي بمعنى تشعر بالحماس. number 7 بقول they are going to visiting their uncle's farm next week. طبعا حبايبي going to be وراها مصدر فبالتالي لازم اقول visit. number 8 بقولي at the moment هبة draw a nice picture. حبايبي طالما قلت at the moment ده مضارع مستمر يبقى لازم اقول is drawing وده present continuous يعني مضارع مستمر. طب تعال نشوف number 9 بقولي the match was bored so I stopped watching. طبعا هو اللي بيسبب الملل حبايبي فهقول عليه boring. boring معنى ممل. number 10 بقول what are عادل doing now. طبعا حبايبي عادل اسم مفرد فبالتالي ياخد is، يبقى اذا هقول what is عادل doing now. تعالوا نشوف حبايبي يلا الاسئله اللي مديهالي على يونت 4 في صفحه 41. صفحه 41 بقول نور hasn't seen her father for she was a child. قلت حبايبي اللي بيجي وراها جمله كامله في المضارع التام هي since مش for، فبالتالي هقول نور hasn't seen her father since she was child. number 2 بقول تامر has visits the Egyptian museum. طبعا has و have الفعل اللي بيجي وراها لازم يكون past participle حبايبي يعني تصريف تالت، فلازم اقول visited. number 3 بقول حسن ان علي hasn't finished their work. طبعا حبايبي حسن ان علي ده اسم جمع فبالتالي لازم اقول haven't. اللي بعدها بقول لي have you never been to the desert before. هل سبق لك زيارة الصحراء من قبل. طبعا في السؤال حبيبي بجيب كلمة ever. number 5 بقولي no I have ever met a famous person. طبعا في النفي حبيبي بجيب never. تعال نشوف number 6 بقولي it hasn't rained in the western desert since a long time. a long time دي مدة زمنية، فبقولي هي ما مطرتش في الصحراء منذ فترة طويلة. لو انا ترجمت حلقها منذ، لكن المفروض a long time مدة زمنية، اجيب قبلها for لمدة طويلة. number 7 بقول لي عبد الله moved يعني عبد الله اتنقل to the new city
four years yesterday. طبعا حبيبي ده ماضي بسيط فبالتالي بجيب بعد المدة الزمنية ago. Number eight, بقول لي they have never ate. حوله have you وراها past participle تصريف تالت يبقى eaten. Number nine, بقول لي how long have you been a doctor. طبعا have وhas been وراها past participle فأقول have you been. Number ten, بقول لي سلمى live in Alexandria since 2019. قلنا since حبيبي من علامات المضارع التام فبالتالي لازم أقول has lived يعني has والتصريف التالت. تعالوا نشوف حبايبي يلا الأسئلة اللي مديها لي على الوحدة الخامسة. والوحدة الخامسة اللي كان مازال بيتكلم فيها عن الـ present perfect زمن المضارع التام. Number one بيقول لي last week she will go to the park. طبعا last week من علامات الماضي البسيط فبالتالي لازم أقول went. Went هو الماضي بتاع go. Number two بيقول لي سلمى has finishes her homework. طبعا has و have حبايبي بيجي وراها تصريف تالت فلازم أقول finished. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي where did you spend your holiday. طبعا طالما في ديت حبايبي يبقى لازم اجيب مصدر فلازم اقول spend. نمبر 4 بيقول لي someone have found the mobile. هقول له someone ده الضمائر الغير معرفه كلها حبايبي تعمل معامله المفرد فبالتالي لازم اقول has ما اقولش have. طب تعال نشوف اللي بعدها بيقول لي they haven't seen their uncle since. طبعا حبايبي انا عارف ان في اخر المضارع التام المنفي بجيب كلمه yet. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي هدى has already paints the picture. طبعا has وهاف حبيبي بيجي وراها past participle تصريف تالت فلازم اقول painted. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي has مروة ate. برضو نفس الفكرة has وهاف هيجي وراها past participle يبقى eaten. عادل has killed already the cat. طبعا حبيبي انا عارف ان already يتيجي في اخر الكلام يتيجي قبل الفعل فبالتالي هقول already killed. Number 9 بيقول لي تامر hasn't have has dinner yet. طبعا have و has بيجي وراها past participle فبالتالي لازم اقول hasn't had. طب تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي have you finished your homework. قال له yes I have finished it. برافو عليكم already بالفعل لان it طبعا بتيجي في النفي والسؤال. تعالوا نشوف حبايبي يلا الاسئله اللي مديها لي في صفحه 44 على يونت 6 ودي اللي كان بيكلم لي فيها حبايبي على الالزام والضروره وانعدام الضروره سواء في المضارع او في الماضي. نمبر 1 بيقول لي عادل must drink polluted water. طبعا polluted water حبايبي يعني مياه ملوثه فقول له لا mustn't ده تحريم. سلمى don't have to wait in the street. اقول له سلمى دي مفرد فتاخد ها doesn't. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي هدى should be at home. I'm not sure. I'm not sure حبيبي يعني انا مش متأكد وطالما مش متأكد على طول شكل ما قلنا بجيب كلمة might. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي علي has to go to the doctor yesterday. طبعا yesterday حبيبي من علامات تقول الماضي فبالتالي اجيب had. نمبر 5 بيقول لي she was able answer the question. طبعا حبيبي was able لازم يجي وراها to فلازم اقول was able to answer the question. نمبر 6 بيقول لي سلمى can swim when she was 5. طبعا حبايبي when she was 5 دي لما كان عندها 5 سنين يعني الكلام في الماضي فبالتالي لازم اجيب could ما اجيبش can. نمبر 7 بيقول لي be she able to speak French well. طبعا هنا حبايبي مش بديني اي علامه سواء للمضارع او للماضي فبالتالي لو انا قلت is she able to صح ولو قلت was she able to برضو صح. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي what could you did. طبعا عارفين حبايبي ان اي فعل ناقص بيجي وراه مصدر فبالتالي هقول what could you do يعني ماذا استطعت ان تفعل. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك بسرعة ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا في الحلقة اللي جاية مع تكملة حل كتاب A Week is Enough وده ملحق من ملاحق كتاب المعاصر. Goodbye. السلام عليكم.